مش كثر فارقة فيها. الكلام على رحيل الجزائري بنجاح في الفترة الماضية، فخلنا نسمع رد بنجاح شو يقول. بغداد بنجاح: جمهور السد يسأل، الجماهير القطرية تسأل، الكل يتمنى استمرار بغداد. بغداد رايح في الانتقالات الشتوية للدوري الفرنسي؟ والله جوني عروض، أما الكل تبقى عند مسؤولين السد، إذا فرضوا فيها نروح، إذا ما فرضوش فيها نقعد. بغداد وين يريد؟ والله ما أعرف، إن شاء الله ما أقولك الأحسن، إن شاء الله بيكون، إن شاء الله إذا رحت إذا قعدت ما أعرف. ما زلنا مبارتين إن شاء الله في الدوري، خلينا نخلصهم إن شاء الله بفوزين إن شاء الله، وبعدين نشوف المستقبل. لو خير بغداد قلبا مع السد؟ شوف والله لو جيبني فريق أحسن في أوروبا نروح، إذا جيبني فريق عادي في أوروبا نقعد في الصف. كلام بنجاح واضح، يقول لك إذا جاني فريق كبير في أوروبا فراح أنتقل لهذا الفريق الكبير، من حق اللاعب أنه في النهاية يطمح أنه يكون في الدوريات الأوروبية، من حق أنه هو يبحث عن نفسه في مكان آخر إذا فعلا جاه العرض اللي يناسبه.